Dachte ja noch. Der Football Living Club da. شكي هاد من فوق والله يوفقكم مع هيك عمي والله يوفقكم بالعافية والله اعطونا الله يهديكم ان شاء الله واحد اثنين هلا رح طلبكم باليوميات انتحروا ليامنا انه ما لقوا البيبسي وديته الجلبه مش عاطيه والله لو بتطلع بعينك شجره اه عينه بالايفون صحيح بده الايفون ايه ما بعرف شو هيبدلوا هيك يعطيها اورد وياخذ ايفون جنب والله والله كيف شنو شو هذا هلا هيك بحكي اخر شيء قرر مع انه الاورد والاورد في كثير ميزات في كثير قصص قرر يبدل عدك الاف احنا ياخذ كذا قسما بالله لو تطلع بعينك شجرة ما بعطي لايك بتعرفي شو قال لي كمان؟ قال لي حبيبتي قال لي حبيبتي اوه ذيس ويك تو دبي قلت له ليش احنا ان شاء الله غسالات بنظر شو 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 بتشكي؟ قال لي نو قالوا لي انه رايحين على ايه والله اذا بكره اخذون السفر انا واقف بالبيت شو؟ انت شو؟ على فكرة انا سوى اوه صورة انا رح اسمع من جوا انجرح هيك ما لازم انقرح من باب الذوق لازم لقاها مرتين ما يدور من باب الذوق يعني انا وحياة الصليب انه كنت عم دور مشان اميمة وحياة الصليب باب يعني انا وقسما بالله لو لقيتها مش مرتين مرة مرتك لو لقيتها مرة بصراحة بعطيها مثلا لنسمع لحدا تاني والله العظيم عيب حياة تسمع لهم مرة يا بنتي عمكم وقعد في بيتي كل واحد فينا لا طلعي كل واحد فينا تكون عنده هدية عرفتي يعني انا طالعة هاد الاسبوع عفكرة كلهم ما بيهنوا لي شيء اللي رشحنا كم بيبسي اخذت لابتوب واخذت اللي كان بيهمني عن جد لو ربحتها من الاول كنت ما بدور ابدا ثاني مره هو الايبود والايباد بس انا ربحت ايبود من بيكي انا زافي لبيكي يا شباب يا بيتزا هات ابعثوا لي الماسة ابعثوا لي الماسة والماس اه صح يا بنت اسمعي فاضل كم بيبسي شو مستني ها فاضل كم بيبسي واحده حبيبي الاسبوع الجاي والله بالفاينل ما في بيبسي ما في لا بيبسي ولا 7 اب فاضل بيبسي تايم بس لا بيبسي واحدة بيبسي واحدة اوكي افكر لازم نحصل الاوضة بيبسي الجاي قولوا لحالكم فاينل بسيمي فاينل عيط مدري امه شو بتجي بتعمل له بيبسي واحدة ومش هاخدها وهعيط انا عارفة انا مش هاخدها انا امي كلمتني غبية بنت غبية حبيبتي عنده خبرة اكتر من الزلمة عمره 30 سنة والله تلاقي اهلي دلوقتي زيها ما بعرفش كلمت لا بس عن جد انه الشيء هيك من كل شيء انه عيب انه كله قاعد عم يستنى الجملة تتغير وهو قاعد عم يدور قال ايه جلبير وينك؟ وين منت يا جدعان صور متحركة الامتحان فرد ولكن يمكن الاستعانة بزملائك في المشهد جيلبر بقى ده جيلبر ده يا برنس الموضوع جيلبير الموضوع جيلبير الموضوع بيقول لك جيلبير الموضوع بيقول لك جيلبير بيرسوناج من الكرتون ستار اوكي المطلوب من كل طالب انشاء شخصية من شخصيات الكرتون ستار طب ما جيلبر بيوتيفول جيلبر تذكرني اوكي انا حفظ حروح بسنتي استاذ عم ينزلوا ايفاليت جيلبير والله بزعل منك عن جد تذكرني يا سلام يا سلام طيب قولوا جد تذكرني اوكي شي كرتون ركز
وخلص وبست خلص عشان الكلام عندك اوكي سمر عن جد يس وضحيه كلنا جبت انا صوت لك من هنا ليش بدك يا اخي كمل ده لازم طلع تفصيلي لحالك انا لازم نوضح شغلي لازم تطلع ده دوق من هنا لازم طلع ليان انت مسخره